احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، احييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجنا الاسبوعي القرآن والانسان. هذه الحلقة سوف نقف لنحدث أنفسنا سويا، وليحدث كل إنسان منا نفسه، هل هو صادق في توكله على الله عز وجل، أم أنه توكل مزيف أو تواكل وليس توكل. القضية أن الإنسان تمر به حالات أربع لا خامس لها. الإنسان أي إنسان تمر به هذه الحالات الأربعة، إما حالة طاعة أو حالة معصية أو حالة نعمة أو حالة بلية. والعجيب أن الطاعة قد ننسى أحيانا أن نزداد منها، والمعصية قد ننسى أن نتوب منها، والنعمة قد ننسى أن نشكر الله عليها، والبلية كثيرا ما نرسب في قضية الصبر. ولو رأينا أو نظرنا إلى سلفنا الصالح لرأينا العجب العجاب، ورأينا من قبل أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف صدقوا في توكلهم على رب العباد سبحانه وتعالى. هذا كريم الله موسى يخرج من مصر ثم يتوجه تلقاء مدين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتأتيه إحدى البنتين و إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فوجد مأوى بعد أن كان بلا مأوى، وجد طعاما بعد أن فرغ منه الطعام، وجد أسرة بعد أن كان وحيدا لا أسرة له. هذا هو صدق التوكل على الله سبحانه. سيدنا يونس لما التقمه الحوت وصار في بطنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله سبحانه وتعالى بصدق توكله. وقال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قمة التوكل والصدق على رب العباد سبحانه وتعالى، آخذا هذا عن جده وأبيه الأول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم، ورأينا هذا الصحابي الذي خرج عليه أحدهم في الصحراء يريد أن يقتله ويسلب ماله، فقال خذ المال ولا داعي لأن تقتلني. قال لا، لا بد من قتلك. قال دعني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وسجد، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا بفارس يأتي من بعيد يقتل هذا المعتدي، يقول له من أنت؟ بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى من هذا المعتدي عليه، قال له الذي أنقذه أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. فالإنسان يكون صادق التوكل على رب العباد سبحان الله. يعني سفيان الثوري رضي الله عنه اعتصم بالحرم خوفا وخشية من أبي جعفر المنصور، فقالوا له إن أبا جعفر آت إلى الحرم، خلاص على وشك أن يدخل من باب الحرم. قال يا رب لا تدخل علي أبا جعفر أمير المؤمنين. فأدركت المنية أبا جعفر المنصور عند بئر ميمون سبحان الله، وما دخل إلى الحرم، لا إله إلا الله. فالإنسان لما يصدق التوكل على رب العباد، هذا يعني سيدنا أحمد رضي الله عنه ابن حنبل لما سجن وعذب، ما الذي يعني أثمر له من صدق توكله؟ انه صار اماما لاهل السنة جميعا. الامام السرخسي حبس في بئر سبحان الله سنوات، فالف لنا 22 مجلدا في الفقه سبحان الله. يعني نتاج هذا لا اله الا الله. ابن الاثير لما رضي الله رحمه الله لما اقعد وصار مقعدا يعني مشلول سبحان الله، صنف لنا جامع الاصول لا اله الا الله. ابو بكر البيروني رحمه الله كان عنده 78 سنة، فدخل عليه احد اصحابه وجده يدرس في قضية، فقال لا يا امام في هذا العمر ماذا تدرس؟
قال ادرس حكم الجدات الفاسدة. الجدات الفاسدة اللي هي في الميراث يعني اللي هم ام الام او يعني سبحان الله دي قضية في الميراث يعني وفي الفقه. قال افي هذا العمر؟ قال ان اخرج من الدنيا عالما بها خير لي من ان اخرج جاهلا بها. فقال الرجل فلما خرجت من عنده فما ان صفقوا خلفي الباب الا وسمعت الصراخ عليه. يعني مات بعد ان كان يدرس. هذه هي او هؤلاء هم اصحاب الهمم العالية التي سبحان الله لا نرى منهم الا هذا التوكل الصادق على رب العباد عز وجل. انت لو ذهبت في قضية معينة الى محامي او مكتب محامي مشهور وترجع الى زوجتك لتقول لك ماذا صنعت؟ لا 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 نامي واستريحي، هذا اشهر مكتب محامي في البلد ولقد اخذ مني كذا وانا مطمئن جدا الى انتصاره، ما دخل قضية ما وفشل فيها قط. فانت لما وكلت هذا المحامي نمت قرير العين، فما بالك بمن وكل رب العباد سبحانه وتعالى الذي يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت. فاذا العبد سبحان الله العظيم لما يكون عنده هذا الصدق في توكله على رب العباد ماذا يثمر؟ يثمر اول شيء رضا نفس، لان انت في الدنيا يعني تتعرض لاغيار، والناس للاسف فيه عبيد الماضي وفيه اصحاب الخيالات في المستقبل، والانسان الناصح لا يعبد الماضي، خلاص انتهى. يعني ذكر الماضي من الحياة يزيد اوجاع الحياة. وخلي بالك ان انت قد تكون مثلا يعني مريض، قال علماؤنا ايام الصحة لا سقم فيها وايام السقم لا صحة فيها، لا اله الا الله. ايام الصحة ما فيهاش مرض، وايام المرض ليس فيها صحة، فلا داعي لان تجمع المتضادات، وانما قل ايام الصحة تلك احمد الله عليها، وايام المرض هذه اشكر رب العباد ايضا، لان بعد البلاء يأتي الرخاء ان شاء الله رب العالمين. فاعظم انسان واكيس واعقل انسان هو الذي يعيش ليومه ولا يبكي على ماضيه سبحان الله العظيم. اذا سبك احد او شتمك انظر الى ان كثيرا من المخلوقات يسبون الخالق والعياذ بالله رب العالمين. كم مليار في العالم يقولون لا اله والعياذ بالله رب، كثير كثير سبحان الله، مليار واثنين مليار وربما ثلاثة مليار، نسأل الله السلام. فاذا اذا سب الخالق فانت عندما تعرض لسب او اهانة او انك تقدم خير لانسان طوال حياتك ولا تجد ثمرة هذا تحزن وتكتئب، وبعدين تقول انا لن اقدم، لا بل بالعكس بالعكس، انت يجب ان تظل في ان تقدم الخير ليل نهار حتى وان رد عليك بالسوء. ولكن لا تنتظر من المخلوق شكرا ابدا. المخلوق لن، وبالذات الذين تعودوا العطاء دائما، في ناس تعودت يعني، كان في مثل عامي يقول ايه، يقول واحد يعطي ويضحك واخر ياخذ ويبكي، هكذا ابناؤنا معنا. يعني الاب يعطي بسماحة ومبسوط والابن متمرد، لا 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 هذا قليل، هذه سيارة اي كلام، هذا سبحان وكأنه مفروض علينا ان نصنع معهم هذا، هذه مصيبة. فانسان يعطي ويضحك واخر سبحان الله يأخذ ويبكي، هذه كارثة. ففيه ناس تعودت ان تأخذ، وفيه ناس بفضل الله معطاء تعودت ان تعطي. فاحمد الله ان كنت معطاء فاحمد الله انه لن يضيع عند رب العباد سبحانه وتعالى ابدا. لماذا؟ لان انت ان زرعت خيرا لا تحصد الا خيرا ابدا، لا تزرع خيرا الا وحصدت خيرا حتى وان طال امده. ولكن احيانا الشيطان يجي يقول ايه، يا عم انت عملت خير كفى، الناس اتق شر من احسنت اليه، لا داعي لان تصنع كذا، هكذا اذا سلمت الناس لم يسلموك، واذا لم تعاديهم تذئب قبل ان ياكلك الذئاب، او تغدى باخيك قبل ان يتعشى بك. لست في غابه، لست في غابه، اما ان نعمل خيرا او نقدم خيرا او نعتزل الناس، لكن ان نتعامل مع الناس ونتحمل ابتلاءاتهم ونتحمل سوء اخلاقهم، هذا هو صدق التوكل على رب العباد. نحن لسنا في جنة، نحن في دنيا. والانسان الذي يعيش حياته مكتئبا حزينا لانه قدم وما رأى مقابلا، انسان ضيق على نفسه واتعب نفسه وضيق صدره، وسبحان الله اشعر نفسه باحباط ويأس ولم يكسب من ذلك شيئا. وانما الانسان الذي يعطي ينسى. ولذلك عرفوا العلماء
كلمة الكريم. الكريم هو الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. لا يسأل الكريم من الذي أعطيه وكم أعطيته، هذا هو الكرم الحقيقي. أما أن نعطي ونمن، نعطي والولد يقول لأبيه أنا ما شاء الله وأنا من 20 سنة وأنت منذ أن تقاعدت عن العمل وأنا أنفق عليك وعلى زوجتك وكذا وكذا وأنفق على إخواتي الكبار، سبحان الله، وينسى أنه كان ضعيفا ينفق عليه، وينسى أنه سبحان الله العظيم كان فقيرا وأبوه كان الغني وسبحان الله. لكن للأسف الشديد تمرد بعض من أبنائنا وبعض من ذوينا لا يجعلنا أبدا لا نزرع الخير. بالعكس، المسلم عبارة عن إيه؟ عن غيث، أينما حل نفع، سواء وجد مقابلا أو لم يجد مقابلا. لماذا؟ لأن المسلم الصادق، المسلم الصادق هو المسلم سبحان الله اللي هو يعني 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 يعطي خيرا. والإمام أحمد بن حنبل يقول عشت مع أم عبد الله زوجته يعني 40 سنة ما اختلفت معها مرة قط. أي عينات هذه؟ أين هذه العينات؟ سبحان الله. هل لأن الإمام أحمد اتقى رب العباد عز وجل فيسر الله له أمره؟ وكم من منغصين ومنغصات على الطرف الآخر، أحيانا تبقى الزوجة منغصة، أحيانا يبقى الزوج هو المنغص، ولكن وأحيانا الأولاد، أحيانا الجيران، سبحان الله. ولكن كارثتنا تتبع 3 أمور: إما أن نقلد، يعني هو يقلد أباه لأنه كان يسيء معاملة أبه فهو يقلد ويعامل زوجته بنفس الطريقة، أو أن يقلد سبحان الله زميلا له سيء الملكة، أو هي أيضا تقلد قريبة لها تسيء معاملة زوجها، فهذه كارثة أخرى أيضا سبحان الله. فهذه الكارثة الأولى. ثم لا يحسن الاختيار، وبعد 10 سنوات و20 سنة يقول يا خسارة لا إله إلا الله، لماذا اختار خالي هذه لي؟ لماذا اختار عمي؟ سامح الله أبي الذي سبحان الله العظيم. فإذا نريد أن نراعي قضية حسن الاختيار، عدم التقليد، ثم نبتكر خيرا حتى نحصل على الخير ونصدق في توكلنا على رب العباد سبحانه وتعالى. نكمل حديثنا عن صدق التوكل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا إن شاء الله. أهلا بكم لنكمل حديثنا عن صدق التوكل. اللهم اجعلنا من الذين توكلوا عليك خير توكل يا رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن صدق التوكل. الإنسان كما يقولون يجب أن يدرك فن الحياة. الحياة وجدت لك لتعيشها، لا داعي لأن تتفهمها، يعني لا داعي أن تدخل نفسك في قضية دقائق الأمور، أنت تعيش في داخل منهج، لا داعي لأن تفهم دقائق الأمور. يعني الإنسان سبحان الله العظيم لا داعي أبدا أن يدخل نفسه في 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 تفاصيل التفاصيل. لماذا؟ عندك يعني محاذير 4. لو حدثت لك سبحان الله صيرت أمام نفسك حاجزا بينك وبين الخير. أول شيء سبحان الله أن تتسخط من قضاء الله. ينزل عليك المرض تتسخط، ينزل عليك الفقر تتسخط، تسلب نعمة معينة تتسخط، تحل التقاعد تبقى عندك سخط. والإنسان المتسخط إنما هو إنسان لا ينتج أبدا. الإنسان الذي يتسخط حاله ويتسخط او يعني يعترض عما يعني اعطاه رب العباد سبحانه وتعالى من بلية قد تكون في صورة نعمة سبحان الله العظيم. يعني مالك بن الريب هذا اصيب مرة بالحمى، وهذا شاعر معروف سبحان الله العظيم، اخرج من هذه الحمى قصيدة هي تساوي في عيون الشعر العربي الاف القصائد والاف الدواوين ينعي فيها نفسه سبحان الله العظيم. يعني هو يقول أولها ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية، لكنت في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانية. إلى أن يقول سبحان الله العظيم وهذه من تفجر الطاقة، وهو إنسان جاءته البلية فأخرج منها هذا الخير الكبير سبحان الله. يقول تذكرت من يبكي علي، وتصور انه مات خلاص، تذكرت من يبكي علي فلم اجد سوى السيف والرمح الرديني باكية، واشقر خنديز على الحصان بتاعه يعني يجر عنانه الى الماء
لم يترك له الموت ساقية. يعني من يسقيه؟ من يسقي حصاني بعد أن أموت؟ ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابية، صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون قبري حيث حمى قضائية. المهم يعني، ويستمر في هذا مالك بن الريب في كلامه العجيب هذا سبحان الله، يقول: فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية، إني مقيم ليالي أقيم علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين ما بي، وقوم إذا ما استل روحي فهيئ لي القبر والأكفان، ثم ابكي لي وخط بأطراف الأسنة مضجعي، ورد عيني على عيني فضل ردائي، ولا تحسداني، بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع لي، إلى آخر ما قال. وكان يقول يعني: لا تحسداني بعد الموت أن أنا صرت في أرض واسعة وهذا قبر. يعني سبحان الله، هذه الطاقة المتفجرة وهذه القطعة الفريدة من الشعر العربي الجميل فجرتها طاقة ماذا؟ طاقة الابتلاء. لما أصيب بالإيه؟ بالحمى، سبحان الله العظيم. والشعر الآخر الذي فجرت فيه الطاقة لما فقد أولاده الأربعة، سبحان الله العظيم. وقال قصيدته المشهورة: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أظفرت أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا سبحان الله العظيم، هذه الطاقات المتفجرة تأتي من أين؟ سبحان، من أن يستغل الإنسان حتى الحجارة التي يقذف بها أن تكون مبنى يقف عليه، أو هرما كبيرا يقف عليه، هكذا أصحاب الهمم العالية. أيضا من ضمن غير التسخط على ما رزقك الله، الحقد على الناس. فيه ناس والعياذ بالله تحقد عليك والعياذ بالله من غير شيء، ولا يهمك هذا الحقد سبحان الله. لا يحسدك إلا إنسان يرى أنك سبحان الله خير منه، ولا يحسد إلا صاحب نعمة سبحان الله العظيم. وكلام الحاسد هذا إظهار لنعمة الله عليك، فلا تقلق. قريب يحسدك، طب هتعمل في ايه؟ ماذا تصنع معه؟ ادعو له بالهداية. هو مريض متعب ينام طول الليل او لا ينام طول الليل وانت نائم، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. اما المصيبة التي تليها فان تعرض عن ذكر الله. فيه ناس والعياذ بالله سبحان الله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعني عامر سبحان الله كما قال روية ان لا يكن احدكم قطرب نهار جيفة ليل. قطرب نهار يعني زي النحلة بالنهار، سبحان الله، من هنا لهنا، واجتماع وجمعية عمومية، سبحان الله، ويجي بالليل لا إله إلا الله، يعني لا حول. والصلاة عبارة عن إيه؟ سبحان الله، تأدية إيه؟ تأدية فريضة. هذا الإنسان سبحان الله كيف يعيش هادئا هانيا؟ سبحان الله، كيف يعيش معيشة سبحان الله العظيم؟ يعني ال 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 بودلي هذا يعني كاتب مشهور امريكي، كان له كتاب اسمه رجال فوق الصحراء او على الصحراء حاجة كده. هذا الانسان كان يعيش في صحراء الجزائر، ويقول لما هبت ريح عاصف ساخنة من جنوب الصحراء شعري قد توقف، وكدت ان ارفض وتمنيت ان انتحر. قال: ورأيت العرب البدو المسلمين وهم خلف سبحان الله قطعان اغنامهم يقول زعيمهم: الحمد لله أبقت لنا العاصفة 40% من قطعان الغنم، وهذا فضل كبير نبدأ به إن شاء الله رب العالمين. عندهم من الرضا وسبحان الله. فاكتشفت أننا في العالم المتحضر الذي يقال عنه أنه متحضر، أننا للأسف الشديد نضيع حياتنا هباء منثورا. في بعض الدول المتقدمة عملوا إحصائية وجدوا أن 500 سبحان الله شرطي ينتحر كل سنة بمسدسه الميري، سبحان الله 80% منهم يعني سبحان نتيجة التوتر العصبي. لكن المسلم لما يتوتر يعمل ايه؟ يتوضأ، وان تتقاطر المياه، ويقف بين يدي رب العباد سبحانه، يصلي: اياك نعبد واياك نستعين، بهذا الكرم وبهذه الصلة بالله سبحانه وتعالى. والله يعني بهذا المنطق الانسان يكون صادق التوكل على رب العباد عز وجل. فانت اذا كنت صادقا في توكلك لا يهزك أبدا مثل هذه الأحداث. ولكن حاذر أنت من هذا التسخط، حاذر من أن تحقد على آخر، حاذر من أن تعرض عن ذكر الله وتنسى ذكر الله عز وجل. أيضا حاذر أن تهمز الناس وتلمزهم، ولا تشغل نفسك بعيوب الناس، فأنت لك عيوب كثيرة لو جلست طوال حياتك لتصلحها لما وجدت وقتا عندك كي تنمق
وتقعد تعمل مذكرات في الناس وتكتب كلمات وتدبج سبحان الله وتشتم هذا وتخوض في عرض هذا وتظن انك المصلح الاوحد في هذه الدنيا او انك المتحدث الرسمي سبحان الله العظيم الـ 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 على على في هذا الزمن. هذا كلام يعني سبحان الله يعني ليس كلام المؤمن الصادق التوكل على رب العباد عز وجل. الرجل بد هذا الكتاب اسمه رياح على الصحراء يعني ايه كي اتذكر ان في اخوه بيتابعونا في صغير الامر الكريم اسمه رياح على الصحراء هذا كتاب مشهور يعني. المهم فانا اريد ان اقول ان لماذا الناس كلها في حاله توتر؟ انه ما عندوش صدق توكل. لماذا؟ لانه سبحان الله انا الذي خلقني هو رب العباد نزل علي المصيبه. اسال نفسي سؤال من الذي ابتلاني بها؟ الله عز وجل. لما؟ لا تسأل لما. إما لذنب قد صنعت أو لأن الله يريد أن يرفعني درجة. ربما أنا من مدة لم أمرض لابد من مرض. ربما لم تأتيني ابتلاءات لابد من ابتلاءات. الدنيا أغيار وسبحان الله العظيم يا دنيا كما روي في الأثر اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي. سبحان الله. ثم يعاد صب البلاء على العبد الصالح مرة أخرى حتى لا يلجأ إلا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو صدق التواكل أن الإنسان عبد لله والله يمتحني كيف يشاء. يمتحني بإنسان مؤذي يمتحني بجار سيء يمتحني بموظف غير أمين يمتحني بسبحان الله زوجة صليطة زوج بذيء اللسان سبحان الله ناس لا يتقون الله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. القضية بهذا المنطق. لكن احنا كلنا ما شاء الله عبارة عن شكوى متحركة. إذا جلس الصغير مع الكبير اشتكى والصغير مع الكبير يشتكي والأخت مع أختها تشكو والأم مع بنتها والزوج سبحان الله وتحولنا إلى شكاوى مع أن سبحان الله العظيم يعني الله عز وجل أكرمنا كرما ما بعده كرم وأعطانا من فضله سبحانه وتعالى يعني. لكن أين الصادقون في توكلهم على رب العباد؟ يعني انظر إلى هذه الآية. فرعون لحق بموسى خلاص لحق موسى والماء البحر أمام موسى وجنده وفرعون معه جنوده وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه قضية خبرية واضحة يعني هو يرى بنفسه ما يراه بنو إسرائيل. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. عجبا من أين جاءت كلا هذه؟ لأن قلبه متوكل على الله يقول لأن كلا إن معي ربي سيهدين سبحانه. قل نضرب بعصاك البحر. فيتعجب الإنسان ما علاقة يعني لو إحنا من كثرة الفلسفة وكثرة الأسئلة لا نريد سبحان الله عملا. ولكن سيدنا موسى ما سأل سؤالا ما علاقة النجاة بضرب البحر بالعصا؟ كيف لو أنا ضربت البحر بالعصا ما النتيجة؟ عليك أن تطبق الأمر حتى وإن خالف العقل لأنك لا تدرك في حدود نفسك حقائق الأمور ولكن تدركها ببصيرتك وبقلبك. اضرب بعصاك البحر ما الذي حدث؟ فانفلق البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم لأنه سبق وقال إن معي ربي. مدام إن معي ربي هل كان مع كريم الله موسى فقط؟ أبدا. مع كريم الله موسى ومع الخليل إبراهيم من قبل ومع سيدنا نوح ومع سيدنا عيسى ومع سيدنا محمد ومع كل مؤمن يتوكل ويصدق في توكله على رب العباد إن معي ربي. خد دايما في هذا يعني كرر مع نفسك لما تكون في ورطة كيف تحل هذه الورطة؟ الدين هذا كيف يسدد؟ البنت دي كيف يعني يأتيها عريس بعدما كبر في السن؟ المشكلة بتاع الولد هذا معقدة سبحان بهذا المنطق سبحان الله قل في نفسك دائما سبحان الله إن معي ربي سبحان الله. إن معي ربي انتهت القضية. ولذلك يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا في الغار سبحان الله. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. خلاص مدام إن الله معنا خلاص إن معي ربي. ماذا تريد بعد معية الله؟ والله إن الذين يركنون إلى جنب الله عز وجل قد أووا إلى ركن شديد وهو ركن رب العبيد سبحانه وتعالى ولا يهزم لأن قد يهزم الإنسان ظاهريا لكن قلبه وعقيدته ويقينه لا يهزم أبدا. العقيدة لا تهزم العقيدة السليمة لا تهزم وقلب المؤمن لا يهزم أبدا وإنما لا يهزم إيه؟ قد يحدث له شيء في الظاهر ينكسر ظاهريا لكن قلبه سبحان الله لما نعت أمنا عائشة رضي الله عنها أباها الصديق قالت
لقد كنت يعني كالبحر سبحان الله الرائق سبحان الله يلعب فيه الطفل بحجر، لكنك كنت كالجبل الأشم لا تزيحك العواصف ولا تزلزلك القواصف. سبحان الله، كنت لينا في غير ضعف، حازما سبحان الله في غير عنف. هكذا وضحت هذه الصورة هذا الإنسان العظيم الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفته إيمان أبي بكر رضي الله عنه. هذه العظمة التي كانت موجودة سبحان الله، ما الذي يجعل الإنسان بهذا المنطق إلا إذا صدق في توكله على الله. ثم يا صاحب المشكلة، هل لك أحد سوى الله؟ يعني أنت أيها المريض، حار الأطباء في تشخيصك، هل لك إلا رب العباد عز وجل؟ رقية شرعية، الذهاب للطبيب، طرق الأبواب، طرق الأسباب، هذا هو الذي لك. سبحان يا صاحب البلية، أنت عندك مشكلة في العمل، من الذي يحله؟ أنت طرقت كل الأسباب المتاحة ولكن لم تحل، لكن لا، قم فصل ركعتين بنيت قضاء الحاجة وادعو الله سبحانه وتعالى، اللهم يسر لي في أمري يا رب. سبحان يسر الأمر، لأن أبواب السماء مفتحة ولا تغلق في وجهك أبدا. حتى وإن كنت عاصيا، إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك 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 يا عبدي. الإنسان لا ييأس أبدا. نفرض آذاك مؤذي، تسلط عليك إنسان مؤذي سواء أي إنسان قريب غريب سبحان الله، طبعا يعني وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني لما يظلمني ابن عم عمي أخف من لما يظلمني ابن عمي، ولما ابن عمي يظلمني أخف من أن يظلمني أخي، ولما يظلمني أخي أخف من أن يظلمني ولدي، وهكذا. فظلم وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، أكيد 100%. ولكن يقول الله عز وجل ما سلطه علي إلا لذنوب قد صنعت، ما سلطه علي إلا لأني لم أحسن اختيار الصحبة من الأول، ما سلط هذه علي إلا لم أني أحسن اختيار الزوجة من الأول، ما سلط هذا علي إلا أنني أنها كزوجة ما اختارت الزوجة الصالحة. إذا من أعمالكم قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. سبحان الله، كسرى كان في عجوز على امرأة كبيرة سن على طرف قصره سبحان الله، وعندها شوية دجاج، فكسرى أراد أن يوسع قصره، فجو الحاشية راح العجوز خرجت وقال اللهم إني أستودعك دجاجاتي، وخرجت لتأتي لها بحب، فجاءت وجدت الحاشية ما سحب وشالت العشة الصغيرة والبيت وضمته سبحان الله. قالت يا ربي سبحان الله، يا ربي أنا كنت غائبة فأين كنت أنت؟ فدخل ابن كسرى على أبيه فقتله، واستعادت العجوز مكانها ودجاجاتها مرة أخرى. إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أبدا، مش حجاب، ولأنصرنك ولو بعد حين. إياك أن تنام بالليل والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنمي، أصدق في توكلك، عندئذ سوف تحصل على النصر الأكيد إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من صادق التوكل عليك يا رب العالمين. نكمل حديثنا بعد الفاصل، أهلا بكم وسهلا، كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أحبتي بالله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن صدق التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لا يكتئب أحدكم أبدا لضر قد نزل به حتى وإن طال العمر، ويقول الإنسان إني أتمنى الموت، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر قد نزل به، وإنما يدعو الله عز وجل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. إذن القضية سبحان الله أن الله هو الذي يختار لك، لا تختار أنت لنفسك. وإذا مرت عليك أزمة فاعلم أن الفرج قادم، إذا مرت عليك أيام صعبة فاعلم أن الخير آت، هذا لا محالة. لكن ليست قضية يعني إن السرور فن، الفرح والفرحة هذا فن. يعني سبحان الله لو تبسمنا في وجوه إخواننا هذا فن لا يجيده كثرة من الناس. إذا نظرت في وجوه الناس الآن لا ترى إلا وجوها عابسات مكفهرة، كما قال الشاعر قد علاها الهم صفرة سبحان الله. لماذا؟ لأنه سبحانه يائس وبائس ومحبط وعنده حال، والإنسان المحبط هذا لا يستطيع أن تأخذ منه خيرا، لا يستطيع أن يقدم خير أبدا. كيف يقدم خيرا وهو إنسان إن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء أبدا لا يعطيه سبحان الله العظيم. ولذلك أن أي إنسان سبحان الله
جاءت يعني مثلا نفرض جدلا واحد جاله ألم في أذنيه لا يسمع، والله يحمد الله يقول والله الحمد لله كي لا أسمع الشر. لو واحد جاله في عينيه ضرر سبحان الله العظيم يعني يقول ايه، يقول والله الحمد لله رب العالمين يعني حتى لا ارى الشر بعيني، حتى قال شاعرنا وعيرن الاعداء والعيب فيهم، فليس بعيب او بعار ان يقال ضريره، اذا ابصر المرء المروءة والتقى فان عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى ذخرا واجرا وعصمة واني الى تلك الثلاث فقير. يعني شوف اخذ من العمى ايه، وجدوا انه ذخر، وجدوا انه اجر، وجدوا انه عصمه من ايه، من ان يرى سبحان الله العظيم الوجوه التي لا يريد ان يراها. فاذا الانسان لما بفضل الله يحول البليه الى صوره من الخير يصدق توكله بفضل الله سبحانه وتعالى. نبدا في الاتصالات ان شاء الله. اول اتصال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ لو سمحت عندي سؤال. نعم. بخصوص طاعة الوالدين. الاتصال الأول. السلام عليكم. أنا لا أسمع. طيب. خير إن شاء الله. إلى أن يأتي الاتصال الثاني أو الاتصال نتواصل مع من اتصل بنا إن شاء الله. نحن نريد أن نقول إن كثيرا من الناس إذا بحثنا عن مشاكلهم وإذا بحثنا عن أمراضهم نجد أنها عبارة عن اكتئاب من حيث لا لا لا, لا لماذا تكتئب؟ ليس عنده إجابة. ما الذي تريده في الحياة؟ من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني الإنسان لما يمسي آمن في سربه، كم من أناس ليس عندهم نعمة الأمن؟ فاحمد الله على نعمة الأمن. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وأمن إخواننا في كل أرض الله يا رب العالمين. الأمن هذه نعمة يجب أن تشكر رب العباد سبحانه وتعالى. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فالنتيجة أذاقها الله والعياذ بالله الخوف والجوع والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان يجب أن يتقي رب العباد عز وجل في أن يشكر رب العباد على نعمة الأمن، أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه. كم من أناس يأتي عليهم الليل لا ينامون من الأسى أو من الألم، أو يقول له الطبيب نام على ظهرك شهرا، أو لابد من إجراء عملية جراحية فورية أو إلى آخره. فأحمد الله، وأحمد الله أن المرض الذي يأتيك له علاج، وما من داء إلا وله دواء. ما فيش مرض أبدا اسمه داء عضال. الداء العضال ده مش موجود في الإسلام، لا، الإسلام كل داء له دواء، كل مرض بفضل الله عز وجل له علاج إن شاء الله. من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، سبحان الله، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طيب، اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا بنت أهلا. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك عنا وعن الإسلام كل خير جزاء يا رب. الله يرضى عنكم، اتفضلي. والله حضرتك يعني مثلي الأعلى وربنا يعلم. والله أنا يعني بقدر حضرتك قد إيه أنا وأسرتي كلها. الله يبارك فيكم جميعا. ربنا يكرمك. طيب سؤالي حضرتك على طول بالنسبة للتوكل، الحمد لله والله يعلم ربنا إن أنا بتوكل على ربنا على قد ما أقدر، وبس الحمد لله يعني أنا عندي مشاكل كتيرة جدا وبتقابلني صعوبات كتيرة جدا بالنسبة مشاكل صحية أو مع أولادي أو كده، ولكن الحمد لله كل دعائي ساعتها أما بتقابلني أي مشكلة إن أنا يا رب يبقى راضي عني، يا رب تكون راضي عني، أنا ما يهمنيش في الدنيا أي حاجة غير إن ربنا يبقى راضي عني، وبدعيش خالص إن ربنا يزيح المشكلة، يعني لأن أنا مش شايفها، يعني شايفها مشكلة طبعا وتعبانة منها، لكن مش عارفة، ما بقدرش إن أنا أدعي أقول يا رب زيحها، بس كل اللي بيهمني يا رب تكون راضي عني، وإن أنا عايزة أي حاجة منك أنا راضية بيها بس تكون راضي عني. فهل ده يا دكتور يبقى تقصير مني ان انا ما بدعيش او ان انا ما بدعيش ان انا البلوة تتشال؟ شوف بارك الله فيك، بارك الله فيك. من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. اللي يشغله ذكر الله عن السؤال من الله سبحانه وتعالى الله يعطيه يعني سبحان الله من فضل الله سبحانه وتعالى. فانت ايضا مع ان سؤالك رب العباد الرضا ايضا ادعو الله ان يفك كربك ويحل مشكلتك ويهدي ولدك ويشفيك، وهذا من كرم الله. لقد كان سيدنا موسى يسأل الله عز وجل ثمن ملح عجينه، وهذا ليس الا ايمانا بالله سبحانه وتعالى. الاتصال الذي يليه.
نعم. الو. ايوه السلام أيوة عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال حضرتك. نعم. انا بقالي فتره طويله بعيد عن ولادي وزوجي يعني. نعم. هم في مصر وانا هنا يمكن نعم. اكتر من 5 سنين. نعم. وبعدين كل ما اجي انزل الاقي الامور في مصر بتصعب يعني علينا. بس انا تعبت صراحه. تعبت يعني. فلما انا اخد القرار اني انزل يعني هل هكون غلطانه في شيء او ان انا توكلت كده يعني؟ نعم. اول بارك الله فيك. الله اولا يبارك فيك. بارك الله فيك. اولا ان تجتمعي بشمل الاسره واولادك والاهل سبحان الله، طالما انك لا تستطيع ان تاتي بهم الى هنا فاجتمع انت بهم هناك، وهذا من صدق التوكل، لان سبحان الله العظيم طالما الانسان يستطيع ان يجتمع مع محبيه وذويه وابنائه واسرته هذا من الخير الكبير ان شاء الله. ان لم ياتوا اليه هو فليذهب اليه، ان لم ياتوا اليه هم فليذهب هو اليهم ان شاء الله، وهذا ايضا من صدق التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. يعني الانسان يحسم دائما اموره بالحساب العقلي اولا و صدق التوكل اولا واخيرا من قبل ومن بعد، عندئذ سوف يختار الله للعبد خيرا ان شاء الله رب العالمين. انا اريد ان اؤكد ان العبد المسلم من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها، خرقة تواريك ولقمة تكفيك وجحر يؤويك خير من الدنيا. انت عايز ايه بعد كده؟ سبحان الله العظيم. نعم. اتصال الذي يليه. نعم. السلام عليكم. ابو حسن من ابو ظبي. السلام عليكم. لا اسمع الصوت. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييك يا شيخ. بارك فيك يا رب. والله يا شيخ يا اخي اذية الناس الاخرين مثل السحر والعين. ايوه نعم نعم. فهل انا لو صبرت عليه او رحت عالجته بطرق نعم. اخرى فهل هذا يكون في التوكل او خارج التوكل؟ بارك الله فيك ابو حسن الله يرضى عنك يا رب. طبعا السعي لعلاج اي شيء حتى لو كان السحر والعين والجماعه المتعبين دول اللي بيؤذوا الناس والعياذ بالله، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ كل المشاهدين والمشاهدات من كل مكروه وسوء ونحن معهم ان شاء الله رب العالمين. ما عليك الا سوره البقره، واذا رايت انسانا صالحا مخلصا في مثل هذا التخصص وفي هذه الناحيه ان تذهب اليه ليحل لك هذه المشكله بعد فضل الله وصدق توكلك عليه، هذا من ضمن صدق التوكل، لان الانسان كما قال الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، فعقل الامور هذه من ضمن اتخاذ الناس هؤلاء الذين هم كالاطباء ليحاولوا ان يبعدوا عنا هذا السوء ان شاء الله رب العالمين. نعم. اتصال اخر. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمر؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك. ازيك يا دكتور؟ الله يعزك يا رب. انا محمد النجار من السعوديه. اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا رب. تحت امرك. الحمد لله والله تفضل. الموضوع الحلقه ممتاز وبارك الله فيك، واحنا يعني بنشكر سيادتك والله. الشكر لله وحده. وربنا يجعلك ذو خيرنا كده ولسه ان شاء الله. الله يبارك فيك محمد الخير. الله يخليك يا دكتور. بارك الله. وانا حبيت بس اسلم عليك لان انا بعزك والله وبحبك والله. شكر الله لك. احبك في الله والله. احبك الله لك. وحبيت اشكرك على الحلقه الجميله دي والله. بارك الله فيك. شكر الله لك. الله يخليك. اكرمك الله. شكرين. بارك الله فيك. شكر الله لك. انا اريد ان اقول اننا لا نريد بيننا مكتئبين، ولا نريد بيننا من هو صاحب صدر ضيق، ولا نريد بيننا ان يكون الناس مفرغه نفسها للعيب على الناس او لتقليل من شان الناس او للاستهانه بالناس، يعني سبحان الله، فلنتقي الله رب العالمين. ايها الاخت ام محمد من دبي. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. مشكورين جزاكم الله خير على هالبرنامج ويرضى عنكم والله يخليكم. ممكن تفيدوني؟ نعم. في زين. انا الله يسلمك عندي ولد. الله يبارك. انزين هو ولد يعني كبير مو صغير ريال. طيب. وهذا مريض من تقريبا 15 سنة. الله يشفي يا رب. انزين ويتعالج مع الاعصاب مستشفى راشد يعني. نعم. وايد ودينا وايد اماكن ودينا عند. نعم. المشايخ. نعم. جروا. نعم. عليه. نعم. انزين فمثلا مجرد يلز امام الشيخ مثلا مجرد يلز امامك هو يستنزل وهذا اللي فيه يرمسون تكلمون. هي. نعم. فيعني يعني هل علاج لعالجنا نحن وايد ودينا اماكن فلين حد الان نحن ما استفدنا. والله بارك الله فيك. طالما انتم تطرقون الباب بالعلاج وبقراءه القران ان شاء الله له رقيه شرعيه ان شاء الله رب العالمين، نسال الله ان يتم عليه نعمه الشفاء، وهذا من صدق التوكل ان شاء الله رب العالمين. نعم. اتصال اخر. الاخ سيد من ايطاليا تفضل. أيوه. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عمر، انا اول مره اسمع حضرتك من 3 4 سنين، حاسس ان انا شفت والدي قدام مني والله. الله يرضى عليك يا ابني ويبارك فيك يا رب. الله يخليك يا رب. حضرتك سؤالي، معلش انا اسف اقول بسرعه كده. اتفضل. حضرتك بقالي 3 سنين رزقي عامل زي الموجه بالظبط، طالع ونازل وكده، ف وحاسس بضيق دايما كده على طول. نعم يعني نعم. مش عارف ايه السبب، الله اعلم، يمكن عشان اشتريت شقه هنا في ميلانو، فمش عارف. طيب مش هل منها او لا، او ما اعرفش او اعمل ايه. نعم. فجزاك الله خير يا رب. بارك الله فيك. وصل السؤال. شكرا. شوف يا ساكن ميلانو انت، بارك الله فيك، عليك بكثرة الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ومن أكثر من الاستغفار جعل الله ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أكثر على الاستغفار ورزقك ينزل إن شاء الله بإذن الله. اتصال آخر. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضلت. الله يبارك فيك ويرضى عليك يا بنت، اهلا وسهلا. اللهم امين، ويبارك في حضرتك ويبارك لنا فيك يا رب كده، وتبقى يعني وجهه شريفه كده للمسلمين والاسلام يا رب، ويبارك لحضرتك. تفضلي. حضرتك انا كان عندي مشكله في تاخر في الانجاز، فكنت يعني كنت متابعه مع الدكتور، كنت متابعه لك، كنت ملتزمه يعني، والحمد لله انا حاسه ان انا يعني الحمد لله يعني ما كنتش بقول حاجه يعني تغضب ربنا، يعني ما كنتش بتلفظ بكلام يغضب ربنا، بس انا كان جوه مني زعل يعني، كنت زعلانه. فجيت في وقت من الاوقات يعني بعد العلاج وكده، جيت حللت تاني، لقيت المشكله زادت عندي. فبصراحه يعني لقيت جوه كده شويه زعل ودي وكده، بس انا ما تلفظتش بحاجه يعني تغضب ربنا. فهل انا كده متوكله وباخد بالاسباب والله ومتوكله على الله، ولا هل انا كده يعني مثلا مش صبره، مش يعني هاخد جزاء الصابرين، ولا مش عارفه صراحه. وصل السؤال، بارك الله فيك. اولا الانسان يعني يغضب من الداخل، يكون زعلان ويكون واخد كده، سبحان هذا لا تحاسبي ان شاء الله عليه ابدا، وانما نحاسب على ما خرج من اللفظ سبحان الله العظيم بالالفاظ. لكن ان شاء الله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى ان نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك بالذريه، ويرزقك بالذريه صالحه ان شاء الله، وعليك بكثره الاستغفار كما قال ربنا. وقلنا للأخ السائل قبل ذلك، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فانت ان شاء الله رب العالمين عليك بكثره الاستغفار، ولكن غير محاسبه على الزعل الداخلي الذي عندك. نعم، الاتصال الذي يليه ان شاء الله. ايوه، ابو احمد من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب. انا اخ عبد الوهاب من مكه اكلمك. يا مرحبا يا مرحبا، زادها الله شرفا وتعظيما. عندي في الحج. نعم مرحبا، سلمت عليك. اهلا وسهلا. هل انت فاكرني يا دكتور عمر؟ والله ربنا يبارك فيك، واهلا وسهلا ان شاء الله. اهلا وسهلا. الله يحفظك سيدي. انت كتر خيرك اللي فاكرنا انت، ربنا يرضى عليك، تفضل. امين. نعم. انا بس اتمنى عليك يا دكتور، وانا طلبت منك مع حصرتك انك تدعي لي. حاضر حاضر، اللهم يسر لك امرك العسير وذلل لكم العقبة. والله أنا عندي مشحك كثير وديون كثيرة. ربنا يشد عنك ديونك يا رب إن شاء الله، وديوننا وديون المسلمين جميعا بإذن الله رب العالمين، ويبارك فيك ويسر لك أمرك العسير يا رب، ويفتح لك فتوح العارفين إن شاء الله. بارك الله فيك. أيوة، الأخت أم غسان من رأس الخيمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شيخنا؟ مرحبا مرحبا. شلونكم عيني؟ يبارك فيك يا رب. الله يخليك. ويبارك فيك. احنا كلش تعبانين طبعا، وبس نسأل من الله ومنكم الدعاء إن شاء الله. بس احنا حاليا كلش تعبانين. نعم. عائله كاملها كلنا تعبانين. نعم. ما ندري شلون نسوي وشلون نتصرف. طيب. كل الدول ضابطنا، نخاف على اولادنا، نخاف على بناتنا، نخاف على كل شيء. نعم. بس ماكو لا باب تنفتح لنا باب رحمه، بس رباب رب العالمين. واحنا تعبانين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شيخنا. شكر الله. نعم. بس اني اريد من الله ومنكم. نعم. شويه للعرب، خلي يفتحون باب الرحمه لشبابنا. حاضر. ان ما تخلص هاي ظروفنا التعيسه كلش. يا رب يا رب يا رب يا إن شاء الله. الله. بارك الله والله فيك. والله شيخنا. نعم. يعني القتل قدام عيوننا. نعم. ماكو لا رحمه لا شفقه، لا حد يقول لنا يا لطيف. لطف يا لطيف. نعم يا شيخ. نعم. بعد من الله ومنكم. حاضر. وقولوا لنا شو نسوي؟ وين نروح؟ إن ما نروح؟ وين ما نروح؟ لاي باب مسدوده بوجنا؟ لا لا لا، نخاف على اولادنا. لا تصدق. انا والوالد كلش تعبانين. طيب. وين ما نروح هسه؟ بس اريد الباب يفتحوا لهم، والله شنو؟
عمركم لازم 30 سنة. زين. طيب بارك الله فيك. وصل السؤال. اولا ابواب الله سبحانه وتعالى لا تغلق، وابواب الصالحين لا تغلق، وابواب اهل الخير لا تغلق، وان شاء الله يعني سبحان الله انت موجودة في رأس الخيمة، رأس الخيمة كل اهلها، ونزكيهم على الله اهل خير وموصولين بالله سبحانه وتعالى، واطرقي باب الصالحين فيهم ان شاء الله تجد فيهم الخير ان شاء الله، ربنا يفك كربك وكربنا جميعا ان شاء الله رب العالمين. اخ خالد من الشارقة تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك طيب؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. اخبارك؟ الله يعزك يا رب. شيخ انا حبيت بس استسمحك في نصيحه تقدمها بخصوص الحجاب الشرعي. نعم. احنا سمعنا بازار نصف الساق ولكن لم نسمع بحجاب نصف الراس. اه والله. فحبيت منك بس ان لاحظت ان مؤخرا ايوه اصبح هذا شيء متفشي جدا في مجتمعنا. لطف يا لطيف. وحبيت منك بس نصيحة للأخوات. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله. شكر الله لك. أولا وجب على المسلمة أن تتقي الله رب العالمين وأن تحتجب كما أمرها رب العباد سبحانه، حتى إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون يسروا منها ويسعدوا بها، ولا داعي لتقليد الأخريات والتقليل من أمر الحجاب أو التقليل من يعني الشروط الواجبة شرعا في قضية الحجاب. فأرجو ألا تضحك الأخت على نفسها ولا بناتنا يضحكن على أنفسهن بأنهن كاسيات عاريات. نسأل الله أن يرزق بناتنا بالحجاب الكامل إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع إن شاء الله. أحبتي لا أريد أن يعني أوجز بعد هذه الأسئلة التي يعني أشكر كل المتصلين بي وتفاعلوا مع الكلام في قضية صدق التوكل مع الله سبحانه وتعالى. فيه خلل كبير كبير عند كثير من الناس في أمر العقيدة. العقيدة من ضمن ما يبنى الإنسان عقيدته بعد توحيد الله سبحانه وتعالى يعني وإفراده بالوحدانية سبحانه وتعالى، أن نصدق في توكلنا على الله. لأن الصدق الحقيقي في توكلنا على الله أن رب العباد هو الذي ييسر لنا أمورا، هو الذي ذل لنا سبحان الله العظيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ما في إنسان يطرق باب الله سبحانه وتعالى إلا ورب العباد سبحانه وتعالى يعطيه. فأنا أرجو يعني سبحان الله العظيم من الجميع أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلهم أو يرزقوا بحسن أو بصدق التوكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا التوكل الصادق، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين في توكلهم والمتوكلين في صدقهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة الذين توكلوا على رب العباد سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أحبتي في الله سعدت بكم في هذه الحلقة، وإن شاء الله نراكم الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.